وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا الا ان يوشكوا ان يعمهم الله بذنبه بعقاب. اخرجه ابو داود. انه لا ينال خير ربنا تعالى الا بالايمان والتقوى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لنفروا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. الا فاعلنوا عباد الله التوبه واظهروا لمولاكم الخوفه، فقد دعاكم الى ذلك وناداكم ودلكم على طرق الخير وهداكم، والله يدعو الى الجنه والمغفره بإذنه، والله يدعو الى دار السلام، ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بابه مشرح للطالبين، وجنابه ممدود للقاصدين، وفضله ينادي: واحسنوا ان الله يحب المحسنين.